بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نأخذ شهوة أخرى من الشهوات الروحية نسميها شهوة التوبة. التوبة كلمة عند البعض تقيلة على القلب، ممزوجة بفكرة ندم بقى ونكد ودموع وصراع نفسي ولازم أبونا ونروح له بقى ونسمع كلمتين لكن التوبة عند ناس تانية اللي فاهمين صح هي شعور جميل جدا وإحساس رائع وصفقة رابحة جدا. فتعالوا نشوف احنا بنبص للتوبة ازاي. احنا اتفقنا الصبح ان الشهوات الجسدية بتتحرك لوحدها، لما بتكون جعان مش محتاج حد يشرح لك الجوع، يعني بتبقى خلاص هتدخل على التلاجة على طول. طب انت بيجي لك الشعور ده انك مشتاق تتوب، ده اللي احنا عاوزين بقى ندخل فيه، مشتاق للتوبة. ناخد كام كلمة كده من كلمات القديسين. اطلب التوبة في كل لحظة، ده انبا انطونيوس، ولا تدع نفسك للكسل لحظة واحدة. قد كده يعني حاجة حلوة لدرجة بيقول اطلبها في كل لحظة، فكرة ارحمني يا رب. واحد تاني يقول من القديسين ماري اسحاق، من يمرض ويعرف داؤه عليه أن يفتش عن الاستشفاء. يعني اللي عيان وعرف مرضه مش بيدور على الأخصائي، الدكتور المتخصص في المرض اللي عنده. ومن يعترف بألمه يقترب من الشفاء. اللي مقتنع أنه مريض دي ده نص الشفاء، أنك أنت قلت أنا عندي كذا وفعلا لازم أتعالج قصرت المسافة، ويبلغه بسهولة. لكن في واحد بيقول أنا ما بغلطش، يبقى عمره ما هيخف، مش هيتوب أبدا ومش هيتغير وهو مريض. مرة تالتة يقول واحد اسمه أنبتي مساوس، إذا أنت سقطت فلا تتوانى ولا تكسل، بل قم بسرعة. وإذا ضللت أسرع بالرجوع إلى خلف حتى تجد الطريق المستقيمة، لأن الطريق المستقيمة حسنة جدا وليس فيها دوران، ولا نحتاج إلى طول الزمان، بل بسرعة تصل إلى مدينة السلام. صار واحد تاه، مش من الطبيعي أنه مبسوط أنه مكمل توهان، يعني أكيد كلكم تهتوا في وقت يعني بعربياتكم مثلا، هل بتبقى مبسوط في اللحظة دي؟ عجبك الوضع سايق فيها؟ يعني مثلا مراتك تقول لك الاكزت اللي فات وانت مكمل، طبعا عشان مراتك هتكمل اكيد، موضوع بقى ملوش علاقة بالتوهان ده حتة عندي يعني، لكن اكيد بتضطرب وبتقلق وعاوز ترجع تلف بأي طريقة تظبط ترجع للصح. ده ليه مش بيحصل روحيا بقى؟ انك تبقى اكتشفت انك تايه، المفروض تلقائيا تبقى عندك شهوة تظبط سكتك، لما ترجع على السكة أيوة كده كده رجعنا طريق صح، تقوم تحس بارتياح. إيه دي اسمها شهوة التوب. في ملاخي 3 آخر نبي للعهد القديم بيقول إيه، من أيام آبائكم حدتم عن فرائدي. حدتم، هي دي الفكرة الخطية، طلعتوا برا الخط، دخلت في سكة غلط ولم تحفظوها. كده عمالين نقول لكم احفظوا، ارجعوا إلي، لف وارجع، أرجع إليكم. يبقى ربنا كمان هيرجع لك، يرجع لك، يبقى كل الخير يرجع لك. قال رب الجنود فقلتم بماذا نرجع. هما أصل اللي يقرأ ملاخي يلاقي كل ما ربنا يقول حاجة، عارف العيل المشاغب يقولوا له إزاي وليه وما ينفعش، يعني مأوحى وخلاص، وهو يقول مهما يردوا عليه وخلاص، لكن مش عاوزين يعملوا ولا حاجة. تعالوا نشوفها من زاوية الشهوة. كلكم سمعتوا وعظات عن التوبة، كلكم مارستوا التوبة. التوبة كممارسة مش محتاجة وعظ في رأيي. انت متضايق من نفسك، رجعت تصلي يا رب سامحني مش عارف عملت كده ازاي، ساعدني ما اعملش كده تاني، وبتحاول انك انت تقاوم فعلا وتروح لأب اعترافك كل فترة وتجاهد انك الغلطة دي ما تتكررش. التوبة مفهومة ومفتاحها الصلاة. لكن تعالوا نفكر في التوبة كشهوة بقى.
أول جزء من شهوة التوبة هي شهوة الغفران. الغفران ده أحبائي حاجة غالية جدا. تصوروا ربنا لو كان قال يعني بصوا يا جماعة قبل ما تموتوا عشان أسامحكم لازم كل واحد يكون يدفع 1,000,000 جنيه وإلا هتدخلوا النار. إتهيألي ما كنتش هتفكر بقى لا تجوز العيال ولا تكمل تعليمهم ولا خلاص انت فيها نار مش كده، هنحوش 1,000,000 وخلاص وندفعها بأي تمن إن شاء الله نبيع العيال. المهم يعني موضوع خطر، انت متخيل؟ ربنا الحقيقة ما قالش انه 1,000,000 جنيه ولا حاجة، ربنا قال انا هديك الغفران ببلاش. نقوم احنا ما نحسش بقيمته، بس انت لو فاهم يعني ايه في حكم مشنقة يعني هيتشال هتفرح جدا بان الحكم اتشال. تبان قوي في قصة الست اللي هي المرأة الخاطية اللي بنصليها في نص الليل. ربنا يسوع حكى فكرة الخطية والغفران زي فكرة الدين والمديونية. يقول قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها حبت الذي يغفر له. فاكرين هو عمل ايه؟ قال حكاية، قال كان لمداين مديونان، واحد عليه 50 والتاني عليه 500، قام سامحه. بصوا اللي مديون برقم كبير والدين ممكن يسجنه، تفتكروا بيعرف يفكر في أي حاجة تاني في الفترة دي؟ بيبقى، لأن أنا شفت كده ناس كتير من ولادنا بيبقى زي المجنون عاوز يطلع من الدين بأي طريقة، لأن الدين فيها سجن، فيها تشريد لعياله، فيها سمعة سيئة، فيها يمكن يضطر يسيب البلاد ويهرب. طب لو كان الدين فيها نار أبدية، يعني مش سجن بقى ولا ده، في أصعب وأصعب. الخطية كده. ايه بقى شعور شخص الدفع اللي عليه او تمم المديون، دفع كل اللي كان مديون بيه؟ شعور جميل جدا، بياخد نفس ما خدوش من سنين لانه دفع. طب ايه شعورك لو حد جه دفع لك اللي عليك وجايب لك كل الكمبيالات ولا الشيكات اللي كنت كاتبها اللي كانت هتوديك ورا الشمس؟ تبقى شعور رائع. اول شهوة اسمها شهوة الغفران. الغفران مثله المسيح بفكرة دين والدفع. اللي خلى الست تبكي بحرقة انها مديونة بكتير، فحس ان المسيح بيدفع الدين فمكسوفة منه، عمالة تخر بعنيها لان وتبوس في رجليه عاوزة تقول له انا استاهل كل اللي عملته، التاني مش دريان بالدين فما عندوش شهوة توبة. فهمتوا الفرق؟ دي عندها شهوة غفران، نفسها تسمع الكلمة اللي سمعتها، نفسها تسمع مغفورة لك خطاياك. فقال لها خدي عندك اللي نفسك فيه، مش انت جايالي ونفسك الدنيا الدفع؟ الدفع مغفورة لك خطاياك، اذهبي بسلام، غفران السلام، ايمانك خلصك. لكن التاني اللي فاكر انه مش مديون ما عندوش شهوة وما تبش وما خدش غفران على فكر، مع ان المسيح كان في بيته بس ما خدش الغفران. صحيح يمكن دينه اقل بحكم ان يجوز خطايا اقل، يجوز، بس هو كده كده مديون برضه هيروح النار حتى لو 50 ولا 500، بس هي طلعت نصح. يبقى بقدر احساسك بثقة للخطية بقدر شهوة الغفران اللي عندك. لو انت مقتنع قد ايه خطاياك كتيرة والمفروض تقتنع بكده، هتبقى رايح زي المرأة الخاطية عاوز تعمل اي حاجة بس سمعني الكلمة دي، من فضلك ارفع الحكم، سدد الدين بأي طريقة. أنا مش هعرف أسدد لو عشت حياتي كلها سدد، مش هعرف طبعا. حكى حكاية تاني، مين فاكرها بنفس المغزى؟ ها فاكرين؟ لا، موضوع الدين. السيد اللي كان عنده عبد وكان عليه دين كبير قوي، قعد يقول له ايه يتحايل عليه، امهلني فأوفيك، وطبعا كلام لأنه مش هيعرف يفهك. السيد ده قال له طب روح خلاص. وبعدين حصل ايه بقى؟ مسك في اخوه وقال له ادفع اللي عليك. فسمع، قال له تعالى من الاول، انا رجعت في كلامي، رجعت في كلامي، انا كنت شلت الدين بس دلوقتي انا مرجعه، عشان انت مش راضي تسامح اخوك، يبقى انت ما قدرتش، انت ما قدرتش اللي انا عملته معاك،
ما كانش عندك الشهوة. لو عندك شهوة غفران ده انت تسامح اللي قطعوك، لو انت مقدر الغفران اللي خدته، كنت ماسك في اخوك على شوية غلطات يبقى انت مالكش حال. عشان كده ربنا يسوع له المجد زي اللي عاوز يقول لنا، هو انتم مقدرين يا اولادي الغفران ده ولا لا؟ فجابوا له مرة مفلوج، هو كل اللي نفسه فيه يمشي، بس فاجئهم انه ما مدلوش الشفاء، ما مدلوش المشي، اداله الغفران. فالناس زي اللي مستنية يعني، قال لهم هو ايما ايسر، الغفران ولا الشفاء؟ تفتكروا انهي اغلى؟ طبعا الغفران. عرفتوا ليه ربنا ساعات مش بيشفينا؟ لان ربنا يهمه ايه؟ يسامحنا. وماله لما اعيا وامشي وسافر بس ادخل السماء، وماله؟ لكن افرض خفيت من المرض وما فيش غفران، هتموت تاني بعد شوية بس هتروح النار. عشان كده في سر مسحة المرضى كنيسة الواعية بتقول له يا رب لو مش عاوز تشفيه براحتك، بس لازم تسامحه، لنا عندك لازم تسامحه. يبقى الغفران أغلى من أي شفاء، أغلى من أي مكسب في حياتك. وبقدر إحساسك أن الخطية صعبة ووحشة وتبقى نفسك اليوم ده يتلغي من تاريخك والعملة السودة دي تروح كأنها ما حصلتش، كل ده ممكن. هو ده بقى الشهوة اللي بتيجي بيها ربنا تقول له ارحمني، سامحني، شيلها بأي طريقة. دي شهوات روحية. أغلب البشر ما عندهمش الشهوة دي لأنه مش دريان أنه عامل عمائل، مش دريان بالدين اللي عليه، مش دريان بالحكم اللي مستنيه، مش دريان. لكن احنا ربنا درانا ووعانا وقال لنا حسبوا لأن عليكم دين كبير. هلما نتحاجج يقول الرب إن كانت خطاياكم كالقرمز. القرمز ده يعني زي الفراولة لما تعمل بقعة كده، يعني اللون مش ممكن يروح، تبيض كالثلج، البقعة اللي ما بتروحش لا تروح. وإن كانت حمراء كالدودي، الدودي برضو نوع من الخمور اللي كان إيه ما يروحش أبدا، البقعة بتاعته يعني تصير كالصوف. يعني أنت فاكرها مش ممكن تتشال، لا تتشال يا حبيب، بس أنت نفسك ولا مش نفسك؟ عندك الاشتياق ده؟ جاي ربنا نفسك تسمع مغفورة لك خطاياك؟ صدقوني يا أحبائي بيجي لنا ناس في الاعتراف يخجلونا، لأنه يبقى راجل كبير فوق 70 ومصر يركع وأنا بديله الحل وبدموع عينيه مش مصدق إنه المسيح بيقول له مغفورة لك خطاياك على العمر ده كله اللي عاش، فرحان جدا زي العيل الصغير. وفي ناس داخلة الاعتراف مش دريانة، مش حاسة بقيمة السر والعظمة بتاعت الحل، مش حاسة، مش مشتهي. في واحد يفضل مستني ابونا بالايام والساعات لان عنده شهوة اسمها شهوة غفران، لان ضميره تعبه وعارف انه وقفته قدام ربنا خايف، خايف يمشي لانه مش جاهز، مش مستعد، خطيته تقيلة. طب انت عندك الشهوات دي ولا الحاجات دي كما لقوم عادة؟ شهوة الغفران او التوبة كمان تاخد شكل اخر، هو شهوة الشفاء. قلت لكم الصبح لو واحد عنده مرض صعب، يعني خلينا نقولها بشكل واضح، اكتشفت انك عندك مرض خبيث ومنتشر، خبيث ومنتشر يعني حالة ترمينال، حالة مش ملهاش علاج، او هتدخل في سلسلة من العلاجات المزعجة المتعبة المكلفة وغالبا برضو ما فيش شفاء كامل، هل بتقدر في الفترة دي تفكر في اي حاجة تاني الا الشفاء؟ بتبقى خلاص مخك مسيطر عليه فكرة ده جي ليه، ده ياريته يطلع من حياتي، خلاص كنت زعلان من الشغل بزيادة، الشغل مش فارق، الناس اللي مش، ما بتفكرش في حاجة تاني غير ده وعاوز ده يطلع من حياتك. طب ما هو نفس الموقف، وانتوا فاكرين الخطية مش حاجة، مش مرض، ده مرض ومنتشر وخبيث ومزعج ومرعب. طب انت ليه زي ما عندك شهوة شفاء ليك وللي حواليك ما عندكش نفس شهوة التوبة؟ يبقى انت مزدريان بالمرض. فأرميا 17 عبر عن التوبة بتعبيرات مرضية، قال اشفيني يا رب فأشفى، خلصني يا رب فأخلص،
لأنك أنت تسبيحتي، يعني لو شفتني هعرف أسبحك من قلبي، لو أنت خلصتني هبقى حياتي كلها إلى الأبد هقول لك المجد ليك يا رب، لأن حاجة ملهاش حل، ما عنديش ليها علاج. نحتاج أحبائي إن احنا نفهم المعنيين دول. معنى إن الخطية دين في رقبتي صعبة قوي، أو الخطية مرض مستعصي جدا، دول اللي هيحركوا فيك شهوة التوبة، تبقى فعلا مش طايق إنك تعيش بالدين ده أو بالمرض ده. شهوة الشفاء كمان في هوشع يقول أنا أشفي ارتدادهم، يبقى ربنا استخدم في التوبة أو في الغفران كلمات الشفاء، قال أنا أشفي ارتدادهم، هم ارتدوا عني، ارتدوا يعني سابوني، رجعوا للدنيا، عبدوا أوثان، أنا هشفيهم عن ارتدادهم، هرجعهم من حالة الارتداد. أحبهم فضلا، يعني أنا بحبهم فضل مني، أنا مش بحبهم لأنهم كويسين. ساعات الواحد يقرب من ربنا ويبقى عاوز يسأله أنت بتحبني ليه؟ مفيش ليه يا حبيبي، أي حاجة فيك تخليني محبكش، فبلاش السؤال ده، أنا بحبك فضلا هكذا، يعني بدون سبب، أنا بحبك عشان أنا بحبك مش عشان أنت فيك حاجة عدلة. غضبي قد ارتد عنه. اللي عمل ده كله إيه؟ ربنا يسوع اللي قيل عنه وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا. عشان كده اللي عاوز يعرف محرك التوبة الأول هو صليب المسيح. لما تلاقي نفسك قلبك ناشف وبتغلط وانت مش دريان ومش فارق معاك الغلط، فضلك حط صليب في بيتك في أوضتك، أو أيقونة أو صورة للصليب وعدي عليها كل يوم، انت اللي عامل فيه كده، انت اللي عامل فيه كده، هو ما ماتش يعني براحته، يعني هو تعذب عشانك بالآلام التي سمرت بها، انقذ عقولنا من طاشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية. عاوزين نحرك شهوة التوبة، احنا بردنا، احنا قلبنا نشف، احنا بقينا نغلط ونزعل بعض وندين بعض ونتكلم على بعض ونتدلع في حياتنا وعادي، عادي يعني انت ناقصك شهوة طبيعية اسمها شهوة التوبة. اي شخص ملخبط بيبقى عنده شهوة يتعدل بأي طريقة، يخف من اللي هو فيه. مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه عشان يرجع لك سلامك، شال التأديب في جسمه، يعني كان مفروض كلنا نتأدب تأديبات فظيعة عشان نعقل، فالمسيح خد كل التأديبات دي في جسمه عشان يوفر علينا تأديبات كتير قوي، عشان نعيش نضحك وناكل ونربي العيال وفين بقى لما يلاقي واحد مش راضي بعد ده كله يجيب له حتة تأديب صغيرة، كان كل التأديب شاله هو. تالت معنى للتوبة شهوة قيامة، كلها أفكار من الإنجيل. يبقى أول معنى للخطية دين في رقبتي كبير، وتاني معنى للخطية مرض خبيث منتشر، تالت معنى للخطية حالة موت. حالة موت، انت لو مت هيحصل ايه؟ خلصت القصة خلاص، مش حاجة هتتغير. طب الحياة اي خطية في عرف الكتاب موت، موتة. طب ما ده اصعب خبر في الدنيا، الحياة جسديا اسهل من روحيا، يعني لو واحد مات جسديا ومقابل المسيح يا بخت، لكن انت الموت الروحي ده صعب جدا. ومش انا اللي بقول كده، الحياة ربنا نفسه لما اتكلم عن الابن الضال قال ابني هذا كان ايه؟ كان ميتا فعاش. يبقى وضح ان حالة الضلال دي، حالة المشغولية عن ربنا، حالة الخروج برا بيت ابوك، حالة اللهو في الدنيا، ده موت. موت محتاج معجزة قيامة. تصور ان التوبة معجزة قيامة تقدر تعملها لنفسك كل يوم. تقدم ولمس النعش فوقف الحاملون. ايه سعادة الارملة دي؟ كانت ارملة وده ابنها الوحيد. بصوا الموقف كان قد ايه صعب، ارملة وفقيرة وابنها الوحيد شاب ورايحة تدفنه، فيعني ما تأثر فظيع، والقرية طلعت تودع الشاب والناس كلها خلاص فقد الامل، الولد مات. فجي المسيح له المجد
من غير ما حد يقول له اعمل حاجة، تحنن، لمس النعش، وقعد الميت ودفعه إلى أمه، عاوز يقول له أنا عشان مامتك عملت ده كله. قد إيه الخبر ده حلو. أنت ما تشتهيش إنك تقوم من الموت، ما تشتهيش لواحد ميت إنه يقوم من الموت. طب ليه التوبة بعيد عن قلبك إذا كانت التوبة دي قيامة أموات؟ ده أنت لو تبت يعني صليت بذمة مرة كده بدموع، هتحس إنك أنت فعلا طلعت من القبر. طب أنت في إيدك على فكرة قبل ما تدخل القبر بجد. لما يقول بولس الرسول أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات، يعني المسيح عمل الدور ده، ادانا قوة القيامة بقيامته. طيب أنا قلت ثلاث معاني عاوزكم تفتكروهم، ها فاكرينهم؟ الخطية عبارة عن دين ومرض وموت. طبعا لو دين والدفع حاجة مفرحة، ولو مرض وخف حاجة مفرحة، ولو موت وأمنة حاجة مفرحة جدا. ده عشان نحرك الشهوة. طيب لو عندك شهوة التوبة بتبان ازاي؟ هتصور ان انت فعلا شخص روحاني عندك الشهوة دي، بقى مش شهوة اكل وشرب ولا شهوة زينة وراحة لا، شهوة اسمها شهوة التوبة. اول تعبير لشهوة التوبة السجود. عارفين دي انا جبتها من فين؟ من السامرية. تستغربوا جدا من الست دي، الست دي عاملة بلاوي الدنيا، المسيح عاملها باحترام ورقة فظيعة. السؤال الوحيد اللي سألته هو السجود فين؟ عارفين معناها ايه؟ معناها هي نفسها في الغفران، نفسها في الحرية، في النظافة، نفسها الدنيا تدفع كله، نفسها اللي فات يتلغي كله، نفسها تطلع من الموتى دي. فكان سؤالها التلقائي الساذج اللي المسيح اهتم بيه ورد عليه، أسجد فين؟ قال لها مش مهم فين، المهم إزاي. السجود ها للآب بالروح والحق، والآب طالب هؤلاء الساجدين له. لما بتيجي للكنيسة وتسجد مهما كان سنك، أنت بتقول له نفسي تسامحني على كل اللي فات، هذه شهوة دي، نفسي تقلب الصفحة، نفسي تعملني واحد جديد خالص، نفسي نعيد من الأول كأني ما عشتش، نفسي تخليني شبهك بعد ما خدت شبه الدنيا كل العمر اللي فات. السجود بيطلع مشاعر كتيرة ساعات ما تتقلش، مجرد السجود الجاي. عشان كده كنيستنا تحب المطانيات. تلاحظوا ان احنا داخلين على موسم التوبة، ان كان نينوى او الصوم الكبير، دي مواسم توبة، نكسر من السجود. بس في ناس تعملها حركة وخلاص، لا، الحكاية مش عدد من السجدات، الأهم من عدد السجدات مشاعرك وانت موطي راسك أو بتسجد للأرض. يا رب أنا تسويت بالأرض، أنا موت، أنا دفنت، أنا اترميت في الأرض، قومني بقى، اشفيني، ادفع عني، ارفع عني. يبقى أنت فعلا عندك الشعور الحلو ده. موسى النبي لما كان شعبه يعمل عملة كان يوقف غضب ربنا في سجدة. هنا توبة برضو، بس هو بيتوب مندوبا عن الناس، لأن هو كاهن أو يعني مسؤول عن الشعب، فكان يبقى ربنا زعلان من الشعب وموسى يجري ويسجد مع أنه 100 سنة. بس لما ربنا يلاقي موسى ال100 سنة ده بيسجد لغاية الأرض، يقول له حاضر يا موسى نأجل العقاب. يبقى أنت بتقدر تاخد رحمة ربنا بسجدة. ازاي احنا نهمل في الحاجات البسيطة دي؟ تاني مش عاوزينها حرفيات وحركات، لا، احنا في الاخر عاوزين نحاول بقدر الامكان تطلع من قلبنا واحنا بنسجد، على الاقل ننحني. من عشق الاباء للسجود واحد زي يعقوب. يعقوب اكتر واحد من البطاركة التلاتة في التاريخ كان له اخطاء، ابراهيم، اسحاق، يعقوب. ابراهيم له اخطاء بس قليلة قوي، موضوع سارة بقى وقال عليها مش مراتي في مرة وحاجات كده، شوية أخطاء بسيطة. إسحاق برضو خاف مر، يعني حاجات بسيطة. إنما أبونا يعقوب زي حالتنا بقى، غلط من يومه يعني، فتلاقيه من أول الحكاية بيبيع الهوى لأخوه، بيبيع اسمه إيه ده، البكورية بعدس وبتاع، فيعني في لؤم، في مصلحة، في أنانية، غلط بكتير.
وما رباش عياله بتوع ربنا، أخطأه كتيرة قوي. تصوروا إن الراجل ده وهو بيموت كل اللي تمناه إيه؟ يسجد. ويقال إنه يعني سندوه عشان يحط رأسه على عمود السرير، وقيلت في اليونانية على عصاية. هو مش خلاص جسمه مش نافع يسجد، بس هو محتاج يسجد. ايه يعني السجدة في الوقت ده هتعمل لك ايه؟ هي مش هتعمل ايه، هو هي شهوة، شهوة عاوز اقول له في اخر عمري سامحني، مش عاوز اقولها اقول له غير الكلمة دي، سامحني على كل اللي عملته. شهوة، مش عاوز تاكل اكلة حلوة ولا على باله، مش عاوز ترجع تبقى معروف، لا 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 الكلام الفارغ ده، مش عاوز عيالك واحفادك، انا مش عاوز غير حاجة واحدة بس، يسامحني قبل ما امشي، يقبلني بالحاح. الحاح غريب جواه لدرجة يطلب يسجد وبعدين يغمض عينه ويمشي. يا بختك فهمتها اخيرا. تاني تعبير لاشتياقات التوبة او شهوة التوبة هو شهوة الاعتراف. شهوة الاعتراف، كنيستنا ربتنا ان في اب اعتراف في حياتنا، انما احنا الموضوع ده كتير ما بيكون ثانوي، مهمل بظروفها. لو لقيت ابونا فاضي كل فين وفين، حبيبي هو انت ليه مستقل بالنعمة؟ مش انت بتغلط؟ ليه ما بتجيش وحاسس انك هترمي حمل؟ ليه بتستقل بالصليب اللي فوق راسك؟ ليه بتستقل بوكيل الله؟ ما هو ده وكيل المسيح، بيديلك اللي هيديهولك المسيح نفسه. لا ما تستقلش بالنعمة دي، روح من فضلك وادلق. وطبعا كلكم فاهمين ان الاعتراف يبدأ باعترافك امام الله نفسه وانت بتصلي. انا بعترف قدامك اني وحش، بعترف اني مقصر، بعترف ان اغلب الوصايا اللي قلتها انا ما عملتهاش، انا بعترف ان انا لو سبتني احكم على نفسي اروح جهنم. انا مش محتاج تقولها لي، لو هتديني نمرة من 10 هاخد 0. فتبقى معترف، لان ده مهم، معترف امام ضميرك انك مستحق كل تأديب وكل عقاب، وبعدين تقول نفس الكلمتين دول باختصار قدام اب اعترافك. شهوة الاعتراف بتبان في انتظار ابونا. صدقوني مرة جالي واحد من برا مصر من اخر الدنيا، ركب طيارة وقال لي انا جاي اعترف وراجع تاني بكرة. طب ليه؟ قال لي معلش انا بقالي سنين ما اعترفتش وانا محتاجك انت، اخطيت يعني مش حاجة صح، لكن يعني بس انا جاي اعترف، انت صارف 5000 جنيه ومضيع 3 ايام. قال لي عشان اعترف. قعد 10 دقايق اعترف ورجع هو فرحان. ده الموضوع كبير بقى، احنا مش دريانين، ده الموضوع يستاهل. بس هي شهوة بتحركه، شهوة مقدسة جميلة، مش طالع فسحة ولا طالع يكسب فلوس ولا كل ده رخص. يا بختك بقى عندك شهوات روحية. اعتراف جميل. الأسبوع اللي فات حصل معايا موقف حسيت ربنا قد إيه بيفرح الناس بالطريقة دي. كان ابني واخد العربية وأنا نازل يوم الحد، معيش عربية وأنا مش غاوي أخد تاكسات يعني، لكن قلت هاخد تاكسي. فوقفت على نصية الشارع لقيت واحد وقف لي لوحده تاكسي. ادخل يا ابونا. حاضر. انت ابونا داود؟ اه. عاوز اعترف. وبعدين خدنا السكة من روكسي للكنيسة. الراجل اعترف اعتراف محوشه بقاله سنين بمنتهى الصدق، وديته الحل. فحسيت انت رب معطل العربية منزلني في الساعة دي ومظبط الراجل في اللحظة دي عشان تديله الهدية دي. انت بتدلعه وبتدلعني. انت عاوز تدي غفران لواحد ما كانش عنده مشروع توبة في اللحظة دي، بس هو حس ان ربنا حط واحد في سكته عشان يتوب. لان ربنا يكثر الغفران، دي تعبير الكتاب، ربنا يحب يسامح، يحب. طب مهما كانت الخطية، طب انت عندك الشهوة دي انك تبقى حاسس انك عاوز تخلص من الخطية، يبقى الاعتراف سر جميل، سر مقدس. مش لازم نقول تفصيلات ولا لا، بس تبقى عاوز تطلع منها وتخلص. كمان من الحاجات اللي تدل ان في شهوة مقدسة الصلاة بحرارة قبل الاعتراف. في ناس بقت تدخل على ابونا بعد ما
تكون لسه بتقول نكتة يعني. لا لا مش جو كده، جو الاعتراف ده ادخل الكنيسة واسجد وكلم ربنا كلمتين الأول وبعدين ادخل على أبوك الروح. لكن صلي بحرارة كان في القداس ولا في المخدع ولا، وبعدين كملها بسر الاعتراف. سر الاعتراف مش أول خطوة التوبة، لا دي آخر خطوة في التوبة. فإذا كنت حاسس بالشيء، لو عندك شهوة تبدأ قدام ربنا، تبدأ بصلاة بحرارة. كمان اللي عنده شهوة الاعتراف بيبقى بيحاسب نفسه بأمانة، لأنه بالضبط لمؤاخذة ما تزعلوش من التسبيح، واحد بقى له شهرين ما استحماش وفي جو حر وبيشتغل شغلة مهببة، يتهالي لازم ليفة يعني، يمكن سلكة مش ليفة مش كده. لكن لو شوية مية نازلين كده تسالي، لا ابني دي مش نظافة، دي فرق بقى الليفة ولا السلكة عن شوية المية، هي الحساب بدقة بأمانة شوية. انت داخل تقول لابونا يعني بنعمل ايه، هو زي غيرنا، اللي زي غيرنا ما تقول ده، انت لو مسكت الانجيل وقريت صفحتين هتكتشف انك ما بتعملش حاجة. يبقى برضو شهوة التوبة بتبان في التدقيق، ان الشخص مدقق مع نفسه. ربنا قال ما تقولوش كلام بطال، يا ابونا انا اغلب كلامي بطال. ربنا قال ما تدينوش، انا بدين كتير. ربنا قال خليكم ودعاء، انا عصبي. ربنا قال ما تحسبوش للدنيا وما تهتموش، انا دماغي مهتمية باكل وشرب ولبس طول الوقت. واحد مدقق فكشف نفسه صح وعاوز يخلص من الحاجات دي كلها، عنده شهوة شفاء من المرض وشهوة قيامة من الموت وشهوة دفع الدين، فطبعا داخل مش عاوز حاجة تقع منه وهو بيتكلم. تالت تعبير للتوبة الصادقة الاعتذار، أو شهوة التوبة يعني، الاعتذار والتصحيح. اللي عنده اشتياق يتوب وينضف خالص من الخطية، ما عندوش أدنى مشكلة يصلح أخطاء الماضي بأي تمن. تبان جدا بقى في قصة مين؟ في قصة زكا بالذات. زكا المسيح ما عادش يوعظ عن التوبة على فكرة ويقول خطوات التوبة والاعتراف وتبدأ ب... ما بيعملش كده ربنا يسوع، ربنا يدي حب بس. فبقى عنده شوق غريب للنظافة، طلعه فوق الشجرة، ولما لقى المسيح قبله دخل له بيته قال له بص شوفوا الشهوة وصلت لإيه، نص فلوسي هديها للفقراء لأن أنا دست على الفقراء كتير، فأنا بعتذر لهم بنص الفلوس. وفي ناس بقى ظلمتهم، اللي ظلمتهم دول أكتر، دول أربع أضعاف هعوضهم. إيه اللي عمل كده؟ دي الشهوة، شهوة تصحيح الأخطاء. لو في إيدك تصحح خطأ تبقى عاوز تصححه مهما كلفك، مهما كلفك. ده يدل إنك أنت مشتاق فعلا للتغيير ومشتاق للتوب. لكن أحيانا نبقى عملنا أخطاء وفي إيدينا نصلح حاجات، كفاية أرجع أقول لربنا سوري. طب والناس اللي تبهدلوا بسببك وتعبوا بسببك، مفيش مرة تقول سوري؟ مش راجع ليه تعتذر لهم؟ وانت مشيت غلط وعملت حاجات كتيرة، ما انت مش تعبت ربنا بس، تعبت ناس معاك. طب أقل ما فيها الاعتذار، ولو في إيدك تصحح صحح. بصوا داود النبي كانت غلطته قليلة والشعب غلطته كبيرة، كان جزء من الشعب ابتدى يبقى وثني، وداود وقع في خطية تبدو صغيرة، حب يعد الناس عشان يحس قد إيه معايا ناس كتير وشعب كبير. أم ربنا مسك داود لأن هو اللي بيفهم اللغة الروحية، أنا زعلان اختار لك عقاب من ثلاث، قال له لا أقع في إيدك ما أقعش في إيد بشر، بلاش حروب وتبقى ناس كده الناس ما بترحمش، أنت بترحم خلينا أقدر عليك أنت. قال له يعني نجيب وبق، قال له أه وبق ماشي. زي داود إيه لئيم، عارف أنه هيقعد يعيط لربنا فربنا مش هيطول في الوبق، لكن حروب وبشر هيحايلهم إزاي، دول ما يتحايلوش. فهنا داود وهو بيصلي بصوا بقى يقول ايه، حس انه هو المسؤول، ما بيقعدش يبرأ نفسه يقول له يعني انا مالي، طب الناس راحت للاوثان عاوز تقدمهم قدمهم، انا لسه بعبدك. لا
قالها بالعكس، قال له ها أنا أخطأت، أنا أذنبت، أما هؤلاء الخراف فماذا فعلوا؟ لتكن يدك علي وعلى بيت أبي، أدبني أنا يا رب، اعمل فيا اللي أنت عاوزه، بس الناس دي لأ بلاش. مع إن الناس دي كانت غلطانة اللي جالها الوباء، بس هو مش راضي يشوف غلطهم. التائب الحقيقي لا يرى خطأ أحد إلا نفسه. عشان كده المعترف اللي يدخل يقول حماتي أعرف على طول إنه مش تائب. هنبتدي بحماتي بتعمل وتسوي ومراتي؟ لا يا ابني انت مش فاهم الاعتراف. انت لو عندك شهوة توبة هتقول انا اللي تعب الناس كلها، انا المشكلة في انا مش في حد تاني. ده في معترف يشكي ربنا حتى ربنا مش عاجبه، لان هو ما عندوش شهوة توبة وغفران. قال داود لأبي أثار انا سببت لجميع انفس بيت ابيك. ايه القصة دي؟ وقت ما كان شاول هايج على داود جدا، داود ضمن ما كان هربان استخبى في مدينة اسمها نوب بتاعت الكهنة، قرية بسيطة فيها 80 كاهن بولادهم كلهم عيلة كهنة. استضافوه ما كانوش دريانين ان شاول غضبان عليه، وهو غلط وقال شاول بعتني في مأمورية. وبعدين هو لقط ان في واحد من رجالة شاول كان في الدير ده في القرية دي، فعرف انه هيروح يبلغ. فتاني يوم داود خد بعضه وجري، راح شاول عرف فاستدعى 80 نفر، ما هربش منهم غير ابي اثار شاب صغير ابن رئيس الكهنة. قال لهم انتوا بتخبوا داود مني؟ فقالوا له نخبيه ليه؟ قال لهم انتوا مش عارفين انه عاوز يموتني؟ داود يموتك ازاي؟ ده بيحبك. ذبح 80 كاهن. الشاب الصغير اللي عاش كل عيلته اتقتلت، راح يجري في الجبال عارف انه عليه الدور يدور على داود. مس داود يقول له ما هو اصل شاول ده البعيد مفتري ويستاهل يتحرق بنار جهنم؟ ابدا. قال له انا سببت البيت ابوك، انا ابني سبب، لاني دخلت عندهم ما قلتش اني هربان من شاول. شوف التوبه الصادقه. اللي عنده شهوه التوبه ما يرميش خطيته على حد، لا يعرف يقول انا السبب، أنا سببت، أنا السبب إن بيتي مفهوش سلام، أنا السبب إن عيالي مرتبطوش بالمسيح، أنا السبب إني أعصرت شخص، أنا السبب إني ضيعت إنسان. لو أنت عندك شهوة توبة هتقول أنا السبب. طول ما بتدور على الشماعات التانية يبقى أنت مش تائب، ناقصك حتة صادقة مع نفسك. أربعة، شهوة التناول. أنا بتكلم عن الشهوات المرتبطة بالتوبة. واحد نفسه يدفع عنه الدين، يطلع من المرض ده، يقوم من الموت، فبيحب يسجد، جاي مشتاق لأب اعترافه، عاوز يصحح خطأه بمهما كلفه. أربعة، مشتاق جدا للتناول كنتيجة التوبة. ليه؟ حفلة التوبة ما تكملش غير بالإفخارستية. ده بقى البرمجة الأرثوذكسية الرسولية اللي استلمناها 2000 سنة، ان الابن الضال وهو راجع عمال يفكر يقبلني مش يقبلني، فوجئ ان الاب بياخده في حضنه وبيطلع له الحله الاولى، حط الخاتم في صباعه، لكن كملت باحتفال ضخم اسمه العجل المسمن، هاتوا العجل المسمن واذبحوه لناكل ونفرح. يبقى ختم الغفران في التناول. يعني ايه بصمه الغفران الاخيره؟ انك انت بريء كل البراءة في التناول. لان في ناس تقولك وانا باخد الغفران في الاعتراف ولا باخده في التناول؟ يا ابني ما هي كلها جايبة بعض، كلهم في نفس السك. في الاعتراف بتاخد حل طبعا في غفران، لكن كمان ابونا بيصرخ بفرح يقول يعطى لايه؟ لمغفرة الخطايا وحياة ابدية لكل من يتناول منه. فانت داخل فرحان انك هتاكل الجسد المحي اللي لما يمشي في جسمك خلاص كل الخطايا اتشالت، انت خلاص تبع السماء مش تبع الارض مهما كنت عملت. وعشان كده تلاحظوا ان كتير جدا يخافوا يتحرموا من التناول، لان الحرمان من التناول ضمنيا حرمان من الغفران. معناها كده اللي من امسكتموها عليهم ايه امسكة، دي تخوف كل الشعب المسيحي. يبقى اكتر حاجة خايف منها اي تائب أبونا هتسمح لي أتناول؟ أيوة حبيبي أتناول،
يبقى فرحان زي العيال. ليه؟ لأنه خلاص في سماح بالتناول، يعني سماح بالسماء، يبقى السماء اتفتحت. طب انت حاسس بدي، مشتاق لدي. يشوق الشخص اللي بيبقى بعد عن ربنا، التناول ده حاجة كبيرة كبيرة عنده قوي. طب انتوا حاسينها ولا بقينا كل اسبوع كما لقوم عادة؟ انت حاسس في وقفة القداس انك مشتاق قوي المسيح يوشوشك ويقول لك مغفورة لك خطاياك، تقدموا تعالى تعالى في حضني، ادخل حضن الاب وتناول. القداس ببساطة هو حضن الاب، هو الحضن الكبير ده. عشان كده الكنيسة وهي مفتوحة تشوف حضن الاب الشرقية دي، يعني كل الكنيسة داخلة في حضن ربنا. بس مين اللي بيحضروا القداس في الحقيقة؟ المفروض التائبين، المؤمنين التائبين اللي تايبين بجد، جايين فرحانين قوي يترموا في الحضن ده زي الابن الضال. القداس هم المكان الغفران. عشان كده تلاحظوا ان احنا في صلواتنا نرجع نطلب الغفران بشفاعة والد، يا ربنا عملانا مغفرة خطايانا، ونقعد كل شوية نتكلم في الغفران جوه القداس، لان هو ده المكان اللي فيه غفران على الارض، ما ينفعش تدور بره. القداس بالتالي مصنع النقاوة. يعني ايه؟ هنا النظافة بقى، هنا الجو اللي تفضل تتنقى فيه وانت واقف كده قدام القداس، فيه سرسوب ميه سخنة نازل من السماء، في دعك للقلب بيحصل بكلام القداس، في تنقية وتصفية بتحصل. اكثروا من القداسات، بس ادخلوها مش عشان تدي لنفسك ريكورد صليت كم قداس، لا، عشان انت محتاج كتير. داخلين على الصيام الكبير كله حاسس محتاج نقاوة، والنقاوة دي اللي طول يصلي كل يوم قداس يصلي. ومش مهم مين اللي بيصلي، في أبونا مين، ما تفرقش، المسيح على المذبح. شهوة أخرى هي شهوة النهم للتعليم. اللي عنده شهوة توبة، اشتياق للقيامة وللحرية وللشفاء ودفع الدين، هذا الاشتياق يتحول إلى نهم للتعليم. يعني إيه؟ عاوز أتعلم تاني ألف به، عاوز أرجع أعمل كل الصح، عاوز أعرف ربنا رأيه إيه في دي، عاوز أمشي صح على طول. زي اللي طالع من حمام كده ونضيف، لا مش عاوز يمشي حافي، مش عاوز يوسخ نفسه تاني. دي معناه إيه؟ الحرص بقى، عاوز أعرف الصح كله وأعمله. لكن اللي عنده التوبة ضعيفة، مفيش شهوة فيها، بيبقى عادي، ملوش نفس يسمع وعظة ولا يعرف جديد، يقولوا إيه تاني؟ النهم في معرفة كلمة الله علامة توبة صادقة، تبقى أنت مشتاق تعرف. يقول كأطفال مولودين الآن، بصوا دي اشتهوا، شهوة روحية هي، اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش كي تنمو به. فتبقى مهما كان سنك تقول أنا عاوز أتعلم من الأول خالص مفروض نعيش إزاي كمسيحي كويس، حتى لو كان سنك 100 سنة. أنا عاوز اللبن، قولوا لي بالظبط أحب الناس إزاي، قولوا لي أصلي إزاي. كله وجد كلامك فأكلته، شهوة برضو، كان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. دي كلها مرتبطة بالتوبة. أعطاني السيد الرب لسان المتعلمين، أغيث المعيا بكلمة، يوقظ كل صباح يوقظ لي أذنا، يعني كل يوم الصبح هتقول لي إيه النهاردة؟ يوقظ لي أذنا، يصحيني، شد وداني كده برقة عشان يقول لي كلمة، خلي بالك النهاردة من كذا وكذا. الرب فتح لي أذنا وأنا لم أعاند. ربنا بيفتح لي وداني، بتعملش زي زمان، خليك ماشي صح في نهم للتعليم. أخيرا شهوة الفضيلة. التائب الصادق اللي مشتهي الغفران، مشتهي النعمة والحرية والشفاء والكلام ده، بيبقى عاوز بقى ينتقم من الشر، عاوز يبدل الماضي بحاضر ومستقبل مختلف. مش هو كان أكيل زيادة، تلاقوه ياخد باله قوي في موضوع الأكل. مش كان شهواني، تلاقوه عفيف بزيادة. مش كان غضوب، تلاقيه وديع بزيادة. مش كان بخيل جدا والفلوس شغلاه، تلاقيه سخي بزيادة. هو بيعمل هنا، هو بينتقم من الماضي من الخطية بالفضيلة. ودي قالها القديس بولس، مستعدين لأن ننتقم، انتقام مش من الناس، على كل عصيان. العصيان اللي عصيته زمان انت بتنتقم، زي بالظبط زكا كان عايش ملك للفلوس،
بقى منتقم من الفلوس في الحركة اللي عملها دي. شهوة الفضيلة هي دي فكرة الروح يشتهي ضد الجسد. مرة ربنا قال في هوشع 8 كلمة: إلى متى لا يستطيعون النقاوة؟ لغاية إمتى مش عارفين ينضفوا؟ كأن ربنا بيقول ليه يا ولادي مش عارفين تحافظوا على نفسكم أنقياء؟ إيه الصعوبة؟ كلام يدي نقاوة، كنيسة تدي نقاوة، الغفران مش صعب، السجود مش صعب، الاعتراف مش صعب، فإلى متى لا يستطيعون النقاوة؟ لإلهنا كل مجد وكرم.